رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نهار سدار سيلي صوم اللي واجبه يعني ما مراي إيانا ما معنى. والصيام واجب على كل مسلم. إسلام ته إن ينملو واجبي بالغ لبوه ينموي، عاقل كسله ينموي، قادر دعاه ينمو على الصيام صوما دعاه ينملو واجبي. إسلام تو يكاي معنا لبوي كادوكو كرمك ما دي تبع الملحين عمبوكا كاي لا تبناك دقاي كرمك أحمد دياي كسلنو يكاي كادو معنك ومن تتكياري قياي سومن دعنو يكاي يانا. فلا يصح من الكافر الأصلي كافر تسوم ما كأحمد عته، ولا المرتد كادوكو إسلمنا كافر تيكيني يعني مرتد كادو سوما ما سون كأحمد عته. ولا يصح من حائد ولا نفساء كادو عبلا لهتني وسكت عبلا لهتن بركادو عبلا تنقصوم تنتيته مدعتها دلا عبلا لبركادو عبلا تنقصوم تنتيته مدعتها. ولو صامت حال وجود الدم عبلا لسو من كاتك كيها وعبلا لهن سايمري فعليهما إثم وعليهم القضاء ذنبي كين ليان صومانا ما عبلا لسومتك سرك قضا كين التني. ولا يجب على الصبي أو كبر الواجب ما ينكادو، ولكن يجب على وليه أن يأمره به كامر سامي كاي ولي كاي مرع الواجب إن أكمل 7 سنين ملحن سنة ما دوكا صوم كاكي ما كاك مرعه أنم الواجب أبتك كبلك عمي توكبويت. وأن يضربه على تركه إذا بلغ 10 سنين وتركه تبن سنة ما ده صومي وكاتك كي كايا قريا وهو يطيقه دعانتك كاتك. ولا يجب عليه القضاء إن أفطر يفترق واجبه كالمة، لكن يجب على الولي أمره بالقضاء إن أطاقه دعكاتك كي صومك كاكي أي إيه أمر راعيك كي أن وليه أن نكاسو مسيا قد كادو قحسك كاكي. وكذلك لا يجب على المجنون حبل الكادو صوم واجبه ميان ولا قضاء عليه جريه أن صومي قحسك الميان كادو، ولا على المريض بياكتن ملكادو ميان الذي يضره الصوم صومك بياكه ينملو صومن قال واجبه متن، ولا المسافر تلكادو متن مسافر تلكادو واجبه ميان صومن سفرا طويلا وعليهما القضاء قضاي كين التنيه سرق حسان ما يمكلاي كين التنيه. ولو صام المريض بياكتن صومي ومسافر تكادو صومي صح منهما كم بياكنا مكيكها أبتن كاتك كين هدعتها، وإذا ضرهما حرم عليهما سوميني كم بياكواتك كي سن بياكانا محرام. والمسافر الذي يريد الإفطار في اليوم الأول من سفره عليها يخرج من بلده قبل طلوع الفجر سو مكدتا سفره جران فريكاتك كي ماحي ماحي سكاله جرايا نهار سيب حراك جراي نهار سيب راككه جراي سو مريه فنلا قليوا ياي سم عبادة أبه يا قليم نهار سيب قبل طلوع الفجر قد براك كهجرة. ولا يجب على العجوز الفاني إدلت كاد يفره يلا واجبه متن مخافة التلف والموت ربلي بياكتلي دالكتلي مسابها واجبه كالمتن قد نمو إدالته يا قد برا إدالته يا كادو سم بيستهتني مت كادو كيابن. والذي يبطل الصيام سم بيستما مخموهن ولو قدر سمسمة دغوتي سكرك عندوتي برغيت تاكواي حلفك عندوتي برغيت تاكواي عنتت كاكوبتك كاخ بياها غير مكرهين عالما بالتحريم ديرك خمكاكيين هنا قادو حرام كني مارغه كلا هنا حرام كني مارغي قادر كسمنه كلا عنت توغي تكن كاكوبتك سوم كاك بيا. والشرب ما عب قادو معب قادو صلاه سوم كاخ بيسا ولو قطره ماء او دواء ديمو برايتكواي تفتم عندوك برايتكيني. لا يضر غبار الطريق قتعاني بيسملي أو غربلة دقيق لعسر التحرز عنه قل قلسال كادو بلول هاي تهتم بركا عنتتي بلول قريكاتيكي بيسملي قل قلسال أنه منفيول هاي تبقى كادوك ما عالا سهينه النمو تمو سما الرابل هايه توكي اكتفكي كاخ بيسملي.
ومن بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء إلى جوفه أفطر سنة ليرو به أفرك ركهنيه الذي كخت ترشكاتك كي سمك كادو بيسها وإذا أخرج ريقه من فمه ولو إلى ظاهر الشفة ثم رده بلعه أفطر الرابة هيه والرابة بسهب يعه ثم تقع رك يندعك عتك كي سوم كاخ بياه كادكو أفت ما عرق دار عتدة نمسابة أما ما دام متصلا باللسان فلا يفطر إن بلعه وإن جمع ريقه في فمه وابتلعه صرفا غير متغير لم يضر عند في كفن عند في تدان ويتليك تنهي أفت قابوسه كاخ عنتت كاكوبتك كاخ بيسام لما عرات الدينيمي كاخ بيس أما ابتلاع البلغمي اللي يبلغ ففيه تفاصيل عنتت كاكوبه اللي تيكل عنتت تكاكامين تستوكك يندعه فإن كان البلغم بلع من ظاهر الفم فإنه يفطر الرابلك بكته أفكاك مادة سكت مادة هيته يندعك اللي يبلغ عيكك يانا كاخ بيسها وإن كان مما تحت مخرج حاء حاء إنه عدي حاء إنه وحائيا حرفت يا ابن وعدي الربدت هذه تنرحاك الدهت انبارك اختدوري فلا يفطر كامت يفطره والبلغم بلغمك كيان ما لا يفطر عند إمام أبي حنيفة أبي حنيفة مذهب لاي كينجريلي ما قلس وما بيسه ولو بلعه بعد وصوله إلى اللسان يندعك آتك ولا يندعي وإيا أما إذا بلع يندع ريقه المتغير بدخان السجارة سجارة سرية ملاقين تهتنه تان عند في يندع التي شربها إسه يعبها سكارة قبل الفجر ما حك نهار ليعب سكارة فتدفرك كالحكاك الدسكته سر يندعك أفطر يفطره وإذا غلبه القيء اللي يكادر كسه حيله كاكتميتك ثم انقطع توك كاك ديدي ثم بلع ريقه توك اللي يتماتي يكليه أفكاك عند فكب ما يهتوك كاكتيده قبل أن يطهر فمه فسد صيامه قال صوم كاك بياه كادو أفايت إهريك له مضمضا بك له واليو ما تلد هي أفتراتك حبته لأن هذا الريق تنجس يعني بالقيء الذي وصل إلى الفمي أفكاك مده واليو عند في روحك التميت السكت هي يدتني من سابا يندعك تكيك صوم كاك بياه أما الدخان الذي يصل إلى جوف الصائم من شارب السجارة التي الذي يجالسه في السيارة مثلا أكن مياعبه السجارة قلت ميته كيكي ميت عرفت كوخ حلكي مبايسا سون كوخ مبايا وسكارة عر كوخ مبايسا لن ميسي يتعب به سون كوخ مبايسا وكذلك دخان البخور قد فري عيري تكاي قرحي كفت كوخ ردك تسحبك لابلك لكوخ حلتكي كوخ ما بيسا ما كوخ دقيت كوتك كي كوخ بيه وشم العطور كادو بخلاف دخان السجارة لما يشربها لأنه تنفصل من التنباكو المحترق ذرات صغيرة تصل إلى جوف شاربها تقرعد إياه دقر الورحبته هي لو سجارة حرارت إياه قبل ويسا ورحبته تقرعد إياه ديلو حتنيه ودو يدتني مسابها سونكاك بيها والحقنة حقنة كادوكو في القبول والدبر مفطرة مفطر كادو مفطرة تكيانا حقنة كيانا ما دواء قبيس لفاك حلسان هي كادوكو تي أبين كاتكي كاخصون بيها وكذلك القطرة في الأنف كادو سنة سينو هينك صون بيها والأذن أيتت هينكي صون بيها إيه وصلت دواء إلى الجوف وأيتيك بدفنه تحلتك سنة كدمو يفنه تحلتك كاتكي صون كاخ بيها وأما القطرة في العين انت تهين دموها انت تفهين ميه فهي غير مفطرة متى يفطرين محا وانت بوهما لأده قدام مليانا مهي وكذلك الإبرة في الجلد والشريان والعاضل كادوك رمودتهن كاتك كيتون إربهن نهتنمي مفردين تلاكين ما بياكتك ما كوك ما عخمك التربتك هكوية هايتك ما بيسا ومن أغمي عليه عولك في نهار الصيام لعولها سكي وأفاق طوينقيك ولم يستغرق كل اليوم فلا يفطر لعنك عول تسويكاتك ما يفطره إنك عول له اكتكاتك عول سببه ما يفطره أنا ما لعو اكتك
أما إذا استغرق الإغماء كل اليوم من الفجر حتى الغروب لم يصح صيامه أي رحلة مداسك هاتككيها سومك أخبيها مدعا. أما إذا طرأ الجنون حبوتها سومهنك ولو لحظة أفطر حبك يبري من كسا عبرة انتفاع كليف هانا قدتها كيمي سومك أخبيها حبوك عولك تويتو. وكذا إذا طرأ على المرأة حيد عبلت تليميتك وسكت تليميتك أو نفاس أو دلع عبلت تليميتك ولو قبيل الغروب أفطرت تفطره يانما لعب مقاع التف وبرت تكتميتك. أما صائم النائم صوم حسن مدينة كسيها إذا احتلم فلا يفطر دينك أتكك ما يفطر دينتي احتلامك أما لقحته تكاقت دور شهوات بخلاف خروج المني من الصائم بالاستمناء ديسه ستبهسي ساكواتك علاقسة أو مع المباشرة عمدا لا ناسيا هبليهن آرقه كادوكو أبالسوك فقاني دوغ دوغ ميتا كاكتميتمي كاخبيسها. ويفسد الصيام من جامع في نهار رمضان عامدا صوم كاخبيها فيدو ينجلك ذاكرا للصوم مختارا أرجه ويساي سدوري تهبك هاتككي في دو ينجلك ساين مله صوم كاخبيه. أما من جامع ناسيا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه إيينه كادوكو أرجه ويكاتككي أرجه مي بحم أرجه ويكاتك صوم يعني مسك أرجه ويكاتك كهرعته. ومن استيقظ جنوبا من جماعنا وغيره فإنه يصوم نهاره ويغتسل للصلاة جنابتنكو كعليك لها إن عكايبريه ما حكات ما حسكي سومك أخما بيا سرقا وقلت كعليا الصلاة بيتاي. فعن عائشة رضي الله عنها إن عائشة بهت داقه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا بينينه إنت يدركه الفجر ما حكا أبروك يني وهو جنوب سقوك عليك من أهله ثم يغتسل ويصوم كعلى كنينه توكك صوم أسا كنيني رواه البخاري. أعدك قبقى كتاشي دينه قما دي دار سلنانقور ينفنها يوبي متامتها يمرت له يلي نهاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان تجلى وابتسما طبال العبد إذا اغتمما.